التواصل بيزيكلي بتاخد الأطفال المتسربين من التعليم فعايز يختاروا لو ستوب العنطر وبطن البقر بناخدهم وبنحتويهم بشكل عام بكل حاجة إن إحنا بنديهم تعليم أساسي اللي هو البرايمري إديوكيشن في مصر بنديهم منهج التعليم المجتمعي وبياخدوا امتحان في المدرسة الحكومية اللي هنا وبعد كده بياخدوا شهادة وبيضحكوا مدرسة عددية بقى حكومية بنديهم تعليم حرفي فوكيشنال ترينينجز زي الكروشيه والخياطه والنجاره والمنسج والخياميه بنعمل خياميه برضو وتدريس وفي نفس الوقت بنعمل لهم زي انشطه فنيه زي السيرك والكورال والمسرح والاستعراض والطبله ده مجهود حوالي سنة ونص أو داخلين في سنتين تقريبا يعني ممكن في خلال في نهاية السنة ديت نعمل عرض سيرك كامل مع بعض كامل كما لو كنا في خدمة سيرك اخر حاجه بقى ان احنا عندنا هيلث كير يونت بنجيب دكتور للمنطقه وللاطفال الاطفال طبعا الهيلث كير سيرفيسز بالنسبه لهم ببلاش في المدرسه والتريتمنت ببلاش المنطقه كلها بتاخد الكشف عندنا بسعر مخفض جدا اللي هو 5 جنيه في الاول ان هي ازاي تجمع الطلبه اللي عندهم ثقه في الجمعيه ده اول تحدي التحدي الثاني بقى اللي احنا فعلا بنقابله دايما باستمرار ان انت بتدي سلوكيات واسلوب تعامل هنا في الجمعيه والطالب بيرجع لاهله تاني يلاقي ذهن مختلفه خالص عن اللي احنا بنديه بس هي خدت مننا وقت طويل قوي لما كمان جبنا الاهالي وخليناهم يجي يقعدوا معانا وابتدينا نعمل بينا وبينهم زي رابطه كده او تواصل ازاي يتعاملوا مع الاطفال في البيوت عشان يبقى هو استكمال اللي احنا بنعمله هنا انا وياسمين من اهل المنطقه واشتغلت معاهم بقى انا ومشرفه ثانيه جمعنا الولايات ولاد الجمعيه كلهم كنا بنلف ونجيب الطلبه هم متسربين بالتعليم لحد ما فتحنا بقى وجمعنا الفصل الفصول بقى ايه كترت بقى الحمد لله بقى والمنسج يعني دلوقتي الواحده لما تمشي من عندنا ممكن تفتح المشغل لوحدها وتشتغل والطلب عندنا وصل ثانوي ثانوي عام الامل الكبير بتاعنا فعلا ان المدرسه تبقى اعدادي وثانوي بنفس الكيفيه دي ان الطالب يتعلم ويتعلم يمارس حرفه